بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد اتفق الأئمة. كل هذا في سياق رد الحكاية المكذوبة على الإمام مالك أنه قال لأبي جعفر المنصور يستقبل القبر عند الدعاء لأنه وسيلته وسيلة أبيه آدم. قال هنا: وقد اتفق الأئمة جمع إمام، وهو العالم المقتدى به، فالإمام هو القدوة. اتفقوا على أنه لو نذر الإنسان أن يسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يفي بذلك، بل يمنع من ذلك. لماذا؟ لأن هذا نذر معصية، فالسفر لزيارة القبور هذا وسيلة إلى الشرك، وما دام أنه وسيلة إلى الشرك والغلو فإنه يكون معصية. قد قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا باتفاق الأئمة، فدل ذلك على أن السفر بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو أي قبر من القبور أن هذا بدعة وحرام، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه مخالف لمفهوم الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر لزيارة أي مسجد في الأرض، فكيف بالقبور؟ أي مسجد في الأرض لا يجوز السفر لزيارته إلا المساجد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر جواز السفر أو مشروعية السفر عليها بهذه الصيغة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه صيغة حصر. وفي رواية: لا تشدوا، بالنهي. والرواية المشهورة: لا تشد، بالنفي المقصود به النهي، نفي مقصود به النهي. والعلماء يقولون: إذا جاء النهي بصيغة النفي فهو أبلغ، فهو أبلغ في المنع. الحاصل أنه لو نذر أن يسافر لزيارة قبر الرسول أو أي قبر غيره من قبور الصالحين، بل لزيارة مسجد من المساجد ليصلي فيه غير المساجد الثلاثة، أن هذا لا يجوز. نعم. وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين
لم يكن عليه أن يوفي بنذره بل ينهى عن ذلك. نعم، لأنه نذر معصية، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم النذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيه ففيه قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك، وهو لأنه نذر طاعة، لأنه نذر طاعة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم حصر السفر لزيارة هذه المساجد، دل على أن السفر لزيارتها والصلاة فيها أن ذلك طاعة. نعم. ففيه قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك، وهو مذهب مالك وأحمد. نعم، أنه يجب ذلك، مذهب مالك وأحمد، وأحد القولين للشافعي أنه يجب ذلك لأنه نذر طاعة. أما عند أبي حنيفة فلا يشرع أصلا، أبو حنيفة لا يرى النذر أصلا، ويقول لا يلزم الإنسان إلا ما ألزمه الشارع إياه، ما ألزمه. أما أنه هو يلزم نفسه، أما أنه هو يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، فعند أبي حنيفة أن هذا غير مشروع. نعم. والثاني لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة. نعم، لأن أبا حنيفة كما ذكرت لكم لا يرى النذور أصلا، ويقول ما فيه واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه. نعم. والثاني لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة. الثاني من قوله الشافعي يعني. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر، من أصل أبي حنيفة. نعم. لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع. نعم، لو نذر أن يصلي الصلوات الخمس أو أن يصوم رمضان هذا يجب عند أبي حنيفة، لأنه واجب بأصل الشرع، فيكون نذره له من باب التأكيد. نعم. لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده، عند أبي حنيفة. نعم. وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله. نعم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والسفر للصلاة في المساجد الثلاثة سفر للطاعة، وقد نذره فيجب عليه. نعم. وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم، لأنه نذر معصية. لو نذر أن يسافر لزيارة قبر علي في الكوفة أو قبر الحسين في كربلاء أو قبر عبد القادر الجيلاني في العراق أو غير ذلك، فهذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به. نعم. وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم، لأنه ليس بطاعة، لأنه نذر معصية. ليش نذر معصية؟ لأنه وسيلة إلى الشرك ومخالف للحديث لا تشد الرحال إلا إلى. نعم. لأنه ليس بطاعة، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ هذا كله تكملة للرد اللي على حديث المكذوب من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. الشيخ رحمه الله سبق أنه قال هذا كذب من ناحية السند، وكذب من ناحية المعنى، فإن من زاره بعد موته لا يكون كمن زاره في حياته، لأن من زاره في حياته مؤمنا به صار صحابيا، وأما من زاره بعد موته فلا يكون صحابيا، فكيف يقول فكأنما زارني في حياتي؟ هذه علامة الكذب. نعم.
فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه؟ وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك. والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل تدخل فيه. يكره مالك رحمه الله أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في تفسير ذلك، فمنهم من قال يكره ذلك لأن الزائر أفضل من المزور، ولا أحد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه كره ذلك، نعم، من أجل كراهية زيارة القبور، لأجل كراهية زيارة القبور، لأنه يكره، الإمام مالك يكره زيارة القبور لأن هذا قد يفضي إلى الغلو، ولكن هذا ضعيف لأن زيارة القبور مشروعة، زيارة القبور مشروعة ولا ينكرها مالك الحديث. والصحيح يقول الشيخ أن تعليل ذلك عند مالك أن زيارة قبر النبي مجملة، قد يريد بها الزيارة الشرعية وقد يريد بها الزيارة البدعية، فلا يقول زرت قبر النبي لهذا الإجمال. وأيضا ما ثبت في الأحاديث الأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كل الأحاديث التي فيها إما ضعيفة وإما مكذوبة، فما ثبت في حديث صحيح الأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فتدخل في العموم. أما أن هناك حديث خاص بزيارة قبر النبي فهذا غير موجود، إلا أكاذيب موضوعات أو ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها. نعم. وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه، وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك. كلا التفسيرين ضعيف. نعم. والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل تدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية وزيارة بدعية. نعم. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات. نعم. فيصلى عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجة منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها. نعم. زيارة القبور على ثلاثة أنواع: زيارة شرعية وهي التي يقصد بها السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة لما في ذلك من النفع للأموات، وأيضا الاعتبار بالأموات والقبور تذكر بالآخرة، هذه الزيارة الشرعية. النوع الثاني الزيارة الشركية،
وهي التي يقصد بها الاستغاثة بالأموات وطلب الحوائج منهم ودعائهم من دون الله، وهي التي عليها عباد القبور اليوم، فإنهم يزورونها لأجل هذا، لأجل الاستنجاد بالمقبورين والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، ويذبحون لهم عند قبورهم وينذرون لهم ويقيمون عند قبورهم أياما وينصبون الخيام، وكما هو معلوم عند قبر البدوي وغيره في مصر. فهذه زيارة شركية والعياذ بالله. النوع الثالث زيارة بدعية، وهي التي لا يقصد بها دعاء القبور والاستغاثة بالأموات، وإنما يقصد بها الدعاء عند القبور، الدعاء عند القبور أو الصلاة عند القبور، يظن أن هذا سبب للإجابة، أنه إذا دعا عند القبر يستجاب له، إذا صلى عند القبر يستجاب له. فهذه زيارة بدعية، وهي وسيلة إلى الشرك. نعم. فإذا كان لفظ الزيارة مجملاً يحتمل حقاً وباطلاً عدل عنه، عدل عنه مالك يعني، وكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدرى وش قصده بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه. أي مالك يقول قل سلمت على الرسول، لأن هذا هو الوارد، ولا تقول زرت الرسول، لأن زرت الرسول هذه مجملة، أما سلمت على الرسول هذه ما ليس فيها إجمال. نعم. وما أحسن كلام مالك رحمه الله دائما وأبدا، كلماته تنبع من التوحيد ومن التحقيق ومن الاتباع. نعم. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته. لا، إذا صار مالك ينكر لفظ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي أحد ويحتج بالأحاديث التي فيها الحث على زيارة قبره وزيارته بعد موته، لما سبق من أنها كلها لا تقوم بها حجة. نعم. ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. أحاديث موضوعة يعني مكذوبة، هذا الغالب عليها، أو ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام هنا وفي غيره من كتبه، وكما ذكره الحافظ بن حجر، وكما ذكره الدارقطني وغيرهم من الأئمة، ذكروا أن كل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم بها حجة، وفندها واحداً واحداً الحافظ ابن محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. نعم. بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية الصلاة في مسجده، وقال فيها صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والصلاة في مسجده تتفاضل، الصلاة في الروضة
الشريفة أفضل من سائر المسجد، هذا في النوافل. أما الفريضة فالصف الأول أفضل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان خارجا عن الروضة، لكن النوافل الصلاة في الروضة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا تمكن الإنسان من الصلاة في الروضة وهي ما بين البيت والمنبر فهذا أفضل، وإن صلى في أي مكان من مسجده صلى الله عليه وسلم حاز أيضا على الفضيلة، ولم يرد ذكر لقبره صلى الله عليه وسلم أنه يصلى عنده أو يدعى عنده أو غير ذلك. نعم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الثابت في الصحيح. نعم. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري. نعم، قصده البيت. بعض الرواة رواه: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الراوي رواه بالمعنى لأن قبره في بيته، فهو أراد أن يعبر عن البيت وذكر القبر. نعم. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ: ما بين قبري. وأيضا لم يكن صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول قد قبر حتى يقول: ما بين قبري ومنبري، ما بعد صار قبر. نعم. وإنما وجد قبره بعد ذلك. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة، إنما تنازعوا في موضع دفنه. ومما يدل على أن هذا اللفظ: ما بين قبري ومنبري روضة، ما يدل على أن هذا اللفظ لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة لما توفي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفن، اختلفوا أين يدفن، هل يدفن مع أصحابه في البقيع أو أين يدفن، لأنه إذا دفن في البقيع يخشى عليه من الغلو، إذا برز قبره في البقيع يخشى عليه من الغلو. ثم اتفقوا على أنه يدفن في حجرة عائشة في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت رضي الله عنها لما ذكرت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفنوه في حجرته محافظة عليه من الغلو. وكان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري، انتهى النزاع، فدفنوه اعتمادا على هذا اللفظ. نعم. ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة، إنما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة. نعم، كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أزواجه حافة في المسجد،
من جهة الجنوب وهو القبلة، ومن جهة الشرق. فأزيلت الحجرة التي من جهة الجنوب في عهد عثمان رضي الله عنه، لما وسع المسجد من جهة القبلة أزيلت الحجر التي من جهة الجنوب من جهة القبلة، وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، لم يدخلها في المسجد. فلما جاءت خلافة الوليد بن عبد الملك من بني أمية وأمر بتوسعة المسجد النبوي، وسعه من جهة الشرق، وكان الخلفاء من قبله يوسعونه من جهة الجنوب ومن جهة الغرب، ولا يتعرضون له من جهة الشرق، فهو أول من وسع المسجد من جهة الشرق، وأدخل فيه حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار القبر داخل المسجد. والذي نفذ هذا بأمر الخليفة الوليد هو عمر بن عبد العزيز، وكان أميرا على المدينة من جهة عمه الوليد بن عبد الملك. نعم. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة، فزيدت في المسجد، ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد من حينئذ، وبنوا من حينئذ، وإلا كانت في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية رضي الله عنه وفي عهد يزيد كانت خارج المسجد. نعم. وفي عهد عبد الملك بن مروان كانت خارج المسجد. نعم. ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد من حينئذ، وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا. نعم. الجدار الذي من جهة الشمال بنوه مسنما لئلا يستقبل القبر أحد، جعلوه على شكل محراب مسنم، حتى إن المصلي لا يستقبل شيئا من الجدار. ولهذا قال العلامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني صار الجدار مثلثا من جهة الشمال لئلا يستقبل القبر أحد. نعم. فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم. جعلوه محرفا لئلا يصلى إليه، عملا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجلسوا على القبور، لأن هذا إهانة للقبر، لا يجوز الجلوس عليه ولا المشي عليه، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، هذا محل الشاهد، لا تستقبل القبر عند الصلاة، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. من أجل ذلك حرفوا الجدار، فصار المصلي لا يستقبل شيئا من القبر أو حول القبر. نعم. فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لأن ذلك يشبه السجود لها. شوف، نهى عن الضدين، نهى عن امتهان القبور وهو الجلوس عليها وكل ما يسيء إليها ويتنافى مع حرمتها، ونهى عن الغلو، نهى عن إهانة القبور ونهى عن الغلو فيها، والمشروع هو التوسط بين الغلو وبين الإهانة. القبور تصان وتسور عن الأذى وعن التطرق، ولكنها لا يغلى فيها، تتخذ أمكنة للعبادة رجاء الإجابة. نعم. ولا تصلوا إليها، لأن ذلك
يشبه السجود لها، لأنه إذا صلى عندها كأنه يصلي لها، يسجد لها، فيه تشبه بالمشركين واليهود والنصارى الذين يسجدون للقبور ويعبدونها من دون الله عز وجل. أما إذا كان يسجد يقصد القبر فهذا شرك أكبر، لكن إن كان يسجد لله ويصلي لله ويدعو الله لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك وبدعة ولا يجوز. نعم. لأن ذلك يشبه السجود لها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى، وكما نهي عن اتخاذها مساجد، وكما نهى عن اتخاذها مساجد نهى عن قصد الصلاة عندها، نهى عن اتخاذها مساجد بالبناء عليها على شكل مسجد أو الصلاة عندها، لأن ذلك كله وسيلة من وسائل الشرك. نعم. حتى ولو لم يبنى عليها لا يصلي عندها ولا يدعو عندها لنفسه، وإنما يدعو عندها للميت. نعم. نهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له. نعم. فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله ذريعته. من قصد قبور الأنبياء والصالحين لقصد الدعاء عندها والصلاة عندها واعتبار ذلك سبب للإجابة فإنه فعل الحرام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا القبور مساجد، يعني مصليات، فإني أنهاكم عن ذلك. اتخاذها مساجد سواء بني عليها مسجد أو صلي عندها بدون بناء، لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني صالحة للصلاة فيها. نعم. فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله ذريعته. سد الله ورسوله ذريعته بالنهي عنه، النهي عن، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة تأخذ حكم الغاية، فالوسيلة إلى الحرام حرام، كما أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة. نعم. وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم. أما السلام المشروع على الميت فهذا ورد وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه محذور بل فيه منفعة للميت أن يسلم عليه ويدعى له، لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار له. نعم. والسلام دعاء له بالسلامة. نعم. وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. رواه النسائي وأبو حاتم في صحيحه، وروي نحوه عن أبي هريرة. هذا سبق مثله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سلم عليه عند قبره رد الله روحه عليه حتى يرد السلام، ومن سلم عليه بعيدا عن القبر فإن هناك من يبلغ الرسول، وبين في هذا الحديث أنهم ملائكة، أنهم ملائكة سياحون يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه. وهذا فيه رد على ما سألتم عنه في الدرس الماضي، أن بعض الناس يوصي الذاهبين إلى المدينة، يوصيهم ويقول سلموا لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه ما يعترف بالملائكة ولا يعتمد عليهم، أو أنه ما يدري، جاهل هذا الأمر. نعم.
فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة. وهذا سيأتي في حديث الحسن والحسين رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم، تبلغني عن طريق هؤلاء الملائكة. نعم. فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة. وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وفي يوم الجمعة له فضائل عظيمة يختص بها، له فضائل عظيمة يختص بها عن سائر الأيام. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ما يزيد على 40 مسألة من خصائص يوم الجمعة، وألف فيها الحافظ السيوطي رسالة سماها اللمعة في خصائص يوم الجمعة. فيوم الجمعة له خصائص، منها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حث صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: إنها تعرض عليه، تعرض عليه صلاة أمته في هذا اليوم، هذا خاص في هذا اليوم، فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. نعم. وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ورواه أبو داود. نعم، لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد قسمان: عيد زماني وهو عيد الفطر وعيد الأضحى يتكرر بتكرر السنة، ويوم الجمعة يتكرر بالأسبوع، هذا عيد زماني. وعيد مكاني وهو المحل الذي يجتمع فيه للعبادة، المحل الذي يجتمع فيه للعبادة يسمى عيدا، كالمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى المسجد الحرام، هذه أعياد مكانية للمسلمين يجتمعون فيها للعبادة. أما القبور فلا يجوز أن تتخذ أعيادا، يعني يجتمع عندها للعبادة والذكر والدعاء، خصوصا قبره صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتخذوا قبري عيدا تترددون عليه، كل ما دخل المسجد يذهب يسلم على الرسول، هذا لا أصل له، إنما هذا للقادم من سفر كما سبق، لأن التردد عليه من اتخاذه عيدا، والجلوس عنده عند القبر من اتخاذه عيدا. قد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا بيوتكم قبورا. ينبغي للمسلم أن يجعل من صلاته النافلة في بيته، صلاة الليل وصلوات النوافل في البيت أفضل، صلوات النوافل في البيت أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلا تتخذوها قبورا ليس فيها صلاة، وإنما تكون فيها صلاة وذكر لله عز وجل، تكون حية بذكر الله ولا تكون ميتة كحالة القبور. ثم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ما يروح الإنسان للقبر يقول: أصلي وسلم على الرسول. صل وسلم عليه في أي مكان وسيبلغه ذلك،
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنت والقريب منه سواء. نعم. أعيد الحديث. في مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم، فلا حاجة أنك تذهب إلى القبر تقول أصلي وسلم على الرسول، هذا غير مشروع. صل عليه وسلم عليه في أي مكان، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل عند قبره. هذا خطاب للمسلمين في جميع الأرض، في المشارق والمغارب، خطاب للمؤمنين في جميع الأرض: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. قال القاضي عياض: وروى أبو بكر ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. هذا كما سبق أنه القريب يسمعه صلى الله عليه وسلم، يرد الله عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، وأما البعيد فيبلغه. نعم. وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش. هذا الحديث فيه مقال، فيه مقال، لأنه من رواية السدي الصغير، والسدي الصغير ضعيف، أما السدي الكبير فهو ثقة. نعم. ودائما يتكرر وروده في التفسير. نعم. وروى أبو يعلى الموصلي في مسند الحديث، وروى أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وهذا ضعيف السند، لأنه من رواية السدي الصغير. نعم. وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى ابن محمد ابن حبان عن أبي بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن سمعت الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا كما سبق أنه صلوا يعني النافلة، صلوا يعني صلاة النافلة. نعم. ولا تتخذوا بيتي عيدا، هذا كما سبق أنه لا يجوز تردد على قبره ولا الجلوس عنده، لأن هذا وسيلة إلى الغلو. نعم. ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. يبلغه حيثما كان الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، فلا حاجة إلى أنه يوصي واحد من الذاهبين للمدينة يقول له سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يكتب ورق، يكتب رسائل للرسول صلى الله عليه وسلم ويرسلها مع الوافدين ويضعونها في الشباك، ما أدري الرسول عنده بريد ولا عنده، فهم يعني هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر الاختلاف يعني التردد، يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. نعم. هذا من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى هذا الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا استدل به على هذا الرجل الذي يكرر المجيء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا حاجة إلى أنك تأتي، يصدق الصلاة والسلام على الرسول هذا في أي مكان، وهو يصل إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس؟ الأندلس في المغرب، في الغرب من بلاد أوروبا، واللي يسمى الآن إسبانيا، لأن كانت في ذاك العهد تحت ولاية المسلمين. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، اللي يصلي عليه بالأندلس واللي يصلي عليه في المدينة سواء، كله يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى المجيء إلى القبر. نعم، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم. وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. كذلك روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وروي عن أخيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، روياه عن جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاراته الذي هو أصح من صحيح الحاكم. نعم، كتاب المختارة، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي بن عبد الواحد الحنبلي، له كتاب في الحديث اسمه الأحاديث المختارة، وهو كتاب جيد. يقول الشيخ هنا إنه أحسن من صحيح الحاكم، الحديث التي فيه منتقاه وجيدة الأسانيد، ولذلك سماها المختارة، وهو مطبوع والحمد لله موجود. نعم. وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا دخلت يعني المسجد، إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلي على الرسول، ولا حاجة تروح إلى قبره، تقدم رجلك اليمنى فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا يكفي عنك تروح للقبر؟ نعم. إذا دخلت يقول: لا تتخذوا بيتي عيدا. إذا أصبر حقيقة سم. نعم. يقول: ذكر القاضي عياض نعم عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت يعني دخلت المسجد. نعم. إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم، الأحاديث تضافرت في هذا، ولا سيما عن سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، في أنه لا حاجة إلى الذهاب للقبر من أجل الصلاة والسلام على الرسول، فصلي عليه في أي مكان، لأن التردد هذا يفضي إلى الغلو ويكون وسيلة إلى الغلو، فلذلك نهي عنه، وهو من اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني يعتاد ويتكرر الذهاب إليه. نعم. ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها: ولم الحكاية السابقة، وهي حكاية المنسوبة عن الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، أنه لما سأل هل يستقبل القبلة بالدعاء أو يستقبل قبل الرسول، قال له مالك: ولما تعرض عنه أو تصرف عنه وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ هذه الحكاية مكذوبة، كما
قرر الشيخ وأطال عليها في ردها وإبطالها، وأنها لا يمكن أن تصدر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله من عدة وجوه ذكرها الشيخ. نعم، منها هذا الوجه. نعم، رجع إليها. نعم. ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة. إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته. انتهى من إبطال سندها وأنها مكذوبة على الإمام مالك، ثم قال: لو صحت فليس معناه أن هذا في الدنيا وإنما هذا في الآخرة، وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، يعني بعد البعث يوم القيامة حينما يأتي الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف، وهي الشفاعة العظمى. هذا لو أن السند قوي فسر بهذا، أن هذا ما ليس في الدنيا، ليس وسيلتك في الدنيا وإنما هو في الآخرة. نعم. إنما يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته، وهذا حق كما تواترت به الأحاديث. هذا حق، كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، يعني يطلبون منه الدعاء، كانوا يطلبون منه الدعاء والاستغفار يوم أن كان حيا، وأما بعد موته فلم يفعلوا هذا، وكذلك يطلبون منه ذلك يوم القيامة لأنه حي صلى الله عليه وسلم، وطلب الدعاء والاستغفار من الحي الحاضر هذا مشروع. نعم. وهذا حق كما تواترت به الأحاديث، لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته، هذا تقدم أنه ما هو بالمقصود التوسل بشخصه أو بذاته، لأن هذا معناه الإقسام به على الله وهذا لا يجوز، وإنما المراد التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته، فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره، ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لأمته ولا كان. أما أن القصة تدل على أن ذلك عند قبره فهذا باطل، لأن هذا شيء لم يفعله الصحابة عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الأمة بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم الأمة بشريعة الله التي تلقوها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وفعلهم حجة، فكونهم تركوا هذا دليل على أنه لا يجوز، حتى مثل ما سبق لكم أنهم لما أجدبوا ما ذهبوا إلى القبر وقالوا: يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا، كما كانوا يقولون ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبوا من العباس لأنه معهم حاضر حي، طلبوا منه وعدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أدل على أن الرسول بعد موته لا يطلب منه شيء. نعم. ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لأمته ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم حجة، هم الحجة. نعم. ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين من بعدهم، ما استحسنه أحد من الأئمة من بعد الصحابة والتابعين، لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا غيرهم من الأئمة، وهم الحجة وهم القدوة، هي بالحجة بالخرافيين والجهال، هؤلاء ليسوا حجة. نعم. ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا غيره من الأئمة،
فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ الإمام مالك رحمه الله من أشد الناس محاربة للبدعة، ومن أشدهم تمسكا بالسنة، هذا هو الثابت عن الإمام مالك. فلا يليق أن تثبت هذه الحكاية عنه رحمه الله، لأنها تخالف منهجه المعروف عنه. نعم. فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا. نعم. ثم فهي باطلة من وجهين: أن أولاً أن أقوال مالك التي سمعتم أنها تعارض هذه الحكاية المأثورة عنه. الثاني أن هذا لا يليق بمقام مالك، وهو من أشد الناس تمسكاً بالسنة ونهياً عن البدعة. نعم. ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. ثم قال في الحكاية التي نسبت إلى مالك، قال للمنصور، نعم، استقبله واستشفع، استقبل القبر يعني، نعم، واستشفع به فيشفعك الله. هذا يقوله مالك. نعم. والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة. نعم. وكما كان أصحابه يستشفعون به ومنه في حياته يعني. نعم. ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. وذكر تمام الحديث فأنكر. نعم، هذا الحديث مر بكم في كتاب التوحيد، بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وذكر هذا الحديث. كون الأعرابي طلب من الرسول أن يدعو الله لهم بالسقيا، هذا لا بأس به، وقد كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقون. وكون أنه قال نستشفع بك إلى الله، هذا لا بأس به، لأنه يستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله في حياته، بمعنى أنه يطلب منه الدعاء، والدعاء شفاعة، إنما الإنكار على قوله نستشفع بالله عليك، لأنه استشفع، جعل الله واسطة يتوسل بها إلى الرسول، والمستشفع به أعظم من المستشفع إليه، فجعل الرسول أعظم من الله، فهذا فيه تنقص لله. أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سبح وكرر التسبيح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء سبح، وإذا استنكر شيئا سبح، تنزيها لله سبحانه. فتسبيحه في هذه الحالة تنزيه لله عن مقالة هذا الأعرابي الذي جعل الرسول الذي جعل الله واسطة إلى الرسول وشفيعا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إنكار المنكر وتنزيه الله سبحانه وتعالى، وفيه تعليم الجاهل إذا وقع
في شيء، إذا وقع الجاهل في شيء يخل بالعقيدة فلا يسكت عنه، لا بد أن يبين له وأن يغلظ عليه إذا كان الأمر غليظ شديد، يغلظ عليه حتى ينزجر ويكف عن هذا الشيء. نعم. وذكر تمام الحديث فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، وإنما أنكر أن يكون الله شافعاً إلى المخلوق. نعم، هو هذا الجملة هذه هي التي استنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، نستشفع بالله عليك. أما بقية الحديث هذا كلها ألفاظه صحيحة وتتوافق مع الأحاديث الأخرى. نعم. ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، فإن يعني نطلب منك الدعاء، يعني كانوا يستشفعون بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في الدنيا وفي حياته في الآخرة. نعم. ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، فإنه هو الشافع المشفع، شفع، فإنه هو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. نعم. وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحكاية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، علينا نقف عند هذا، هذا يحتاج إلى توضيح كثير، لأن هذه الآية تعلق بها كثير من الخرافيين ولم يفهموا معناها، أو أنهم يفهمون لكن يريدون التلبيس على الناس. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجعلوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري، ما قال بيتي، لا تجعلوا قبري. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عام في كل مسجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى وسائر المساجد، هذا الذكر يقال عند دخول المساجد في عموم المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال أنا أذبح لله وأن الذبح لغير الله شرك، ولكن أذبح عند قبر البدوي لأن ذلك أدعى للقبول، فما حكم هذا؟ هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. تذبح لله، اذبح ببيتك لله أو في أي مكان، لماذا تذهب إلى قبر البدوي؟ لماذا تذهب إلى قبر البدوي؟ هذا فيه تشبه بالذين يعبدون ويذبحون له ومشاركة لهم في هذا، فهذا من وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في موافقة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله للوليد في إدخال الحجرة في المسجد وكذلك إبقائه لها في أثناء خلافته، هل في ذلك حجة لهؤلاء القبوريين؟ لا، الحجرة لم يبنى المسجد عليها حتى يحتجوا بها، الحجرة مبنية للسكنة، ما بنيت لأنها مسجد، مبنية للسكنة، والمسجد مبني للصلاة، وكانت مجاورة للمسجد. أخطأ الوليد في إدخالها فيه، وخالف الخلفاء الذين من قبله كانوا يوسعون المسجد من جهة الغرب ومن جهة الشمال ويتركون الجهة الشرقية، هو أخطأ في هذا. وعمر إنما هو منفذ، هو أمير للوليد، ما يسعه إلا أن ينفذ أوامره، وليس في هذا حجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر لرؤية المسجد الأموي ليس بقصد العبادة بل من باب السياحة ورؤية الآثار، ما حكم هذا العمل؟
هذا ضياع، انك تسافر علشان بس السياحه وتنفق الاموال وتعرض للاخطار والسفر، هذا من العبث. لا تروح لاجل السياحه. ان رحت لدمشق من اجل حاجه تجاره ولا دراسه ولا من اجل حاجه، لا مانع انك تروح وتشوف المسجد الاموي. اما انك تسافر من هذا علشان تشوف المسجد الاموي، هذه سفاهه وضياع للمال وتعرض للأخطار، وهو أيضا وسيلة إلى الغلو، لأن إذا رآك العوام ورآك الناس ظنوا أن المسجد الأموي أنه مثل المساجد الثلاثة يسافر إليه. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل في ذلك دليل على فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟ وكيف أخذ العلماء فضل الصلاة فيها من هذا الحديث؟ ما في شك أن هذا فيه فضل الصلاة في الروضة، لأنها روضة من رياض الجنة، فما قال هذا إلا للترغيب في الصلاة فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحصل أحياناً في المقابر أن توضع الجنازة بين القبور ثم يصلى عليها ثم يصلي عليها من لم يصلي عليها، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، الصلاة الجنازة في المقبرة لا بأس بها، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على القبر لما لم يصلي عليه قبل الدفن، صلى على القبر، هذا خاص بصلاة الجنازة، أما غيرها من الصلوات فلا تجوز في المقابر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك قبر لنبي أو لرجل صالح يعبد من دون الله، فهل لولي الأمر أو من أنابه نبش ذلك القبر ونقله من مكانه؟ أولا، ما في قبر نبي معلوم إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، جميع قبور الأنبياء لا يدرى أين هي، وهذا من فضل الله على الناس لئلا يحصل غلو، فلا تعرف قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا تنبش إذا كانت أصلها في هذا المكان تبقى، لكن لا يبنى عليها، لا يتخذ ما حولها مساكن، بل إنها تصان وتسور وتحفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، هل السفر لافتتاح مسجد جديد يعد مخالفا لهذا الحديث؟ هذا ليس القصد منه الصلاة، القصد منها افتتاح المسجد واستلامه وتفقده، تفقد عمارته وهل هي ملائمة أو ناقصة، هذا هو القصد، تفقد المسجد وعمارته، هذا الغالب اللي يروحون من أجل هذا، ما هو لأجل الصلاة فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين منع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وبين قوله لأم عمارة رضي الله عنها: سليني ما شئت، فسألته الجنة معه فلم ينكر عليها؟ يعني دعا لها، معناه أنه أعطاها الجنة، الجنة ما يعطيها إلا الله، ما بتقول أعطني الجنة، تقول له ادعى الله لي من الجنة، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أحد يقول للرسول أعطني الجنة، سكنني في الجنة، إنما يقول ادعو الله أن يكون من أهل الجنة أو أن يدخلني الجنة، هذا لا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت مكان لقبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وكذلك نسمع أن هناك قبرا للحسين بن علي رضي الله عنه في العراق وفي مصر، فكيف الجمع بينهما؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه دفن في دار الإمارة بالكوفة، هذا شيء معروف، المكان الذي قتل فيه، استشهد فيه رضي الله عنه، والحسين قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقولون أنه نقل رأسه
إلى الشام لأجل عرضه على الخليفة الأموي، لكنه ما ثبت وين دفن فيها الرأس، والظاهر أنه دفن في الشام، أما أنه في مصر هذا غلط. ولشيخ الإسلام رسالة اسمها رأس الحسين، رسالة توضح هذا الأمر، وأنه لم يذهب رأس الحسين إلى مصر، لأن الخليفة كان بالشام ما كان في مصر، وإنما هذه خرافة وكذوبة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط به المسجد من جميع الجهات، وخلف الحجرة النبوية يوجد مكان عال بعض الشيء عن أرض المسجد، بحيث لو صلى فيه المصلي كانت الحجرة أمامه، فما حكم الصلاة خلف الحجرة النبوية؟ أمامه لكن مقوس، ما هو بأمامه عرض، إنما هو من الداخل مقوس، فلا يستقبل القبر، إنما يستقبل الفضاء، ما قدامه قبر. القبر محاط بالأسوار، ولا والسور الأخير مقوس، لا يكون أمام المصلي شيء منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستدل بحديث لا تشد الرحال على عدم جواز الاعتكاف في رمضان في غير هذه المساجد الثلاثة، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان يسافر لأجل يعتكف في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة هذا نعم بدعة ولا يجوز، أما الاعتكاف بدون سفر في أي مسجد من المساجد فلا بأس. قال الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عموم، هذا عموم أنه يعتكف في سائر المساجد، ولكن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها من المساجد لما لها من الفضيلة، ولا يسافر لأجل الاعتكاف إلا للمساجد الثلاثة، أما غيرها فلا تسافر للاعتكاف فيه، وإنما تعتكف في أي مسجد قريب منك، ما يحتاج إلى سفر وعناء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز مشاهدة القنوات الفضائية التي يبث فيها ما يقوم به الرافضة يوم عاشوراء والاستماع إلى خطبهم من باب مشاهدة الأخطاء والتحذير منها، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز هذا، لأنه ربما يصيبك شيء من الفتنة، أو أن تأثم إذا شاهدت هذا المنكر وأنت معافيك الله منه وبعيد عنه، فأبعد عنه ولا تنظر إليه، واسأل ربك العافية، ولا تكمل نفسك تقول أنا ما علي خطر، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، عليك أن تسأل الله العافية ولا تنظر إليهم، ولا تنظر إلى هذا الزور وهذا المنكر وهذا الشرك بالله عز وجل وهذا الباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الخطباء يوم الجمعة يقول أثناء الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة: اللهم اعرض عليه صلاتنا في هذه الساعة، فهل هذا الدعاء جائز؟ لا، هذا ما ورد، هذا من التزيد، هذا من التزيد الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استبدال المؤذن بآلة أذان مسجل عليها صوت الأذان كأذان المسجد الحرام أو غيره؟ هل يجوز استبدال المؤذن بآلة أذان قد سجل عليها صوت الأذان كأذان المسجد الحرام أو غيره، حيث إن هذا معمول به في الشركة؟ معمول إيه؟ معمول به في مقر شركتهم. في مقر الشركة عندهم. مقر الشركة. لا، هذا ما يكفي عن الأذان، لأن الأذان عبادة، الأذان عبادة ما يؤديها الشريط، إنما يؤديها المسلم ويقوم بها المسلم، فلا بد أن يؤدى الأذان في المكان الذي يصلى فيه، ولا يكفي الشريط، الشريط
إنما هو صوت محبوس فقط، والأذان عبادة لا بد أن يؤديها مسلم يقوم بها، وفيها فضل عظيم. لكن إذا اتخذ الشريط منبها للأذان دخول الوقت، بحيث إذا سمع يأتي المؤذن ويؤذن من باب التنبيه على دخول الوقت فقط، أما الاكتفاء به عن الأذان فهذا لا، هذا غير مشروع ولا يؤدي الغرض المطلوب. نعم. يقول: وما حكم صلواتنا التي تمت على هذا الوضع؟ صلواتكم صحيحة إن شاء الله، لأن الأذان فرض كفاية، إذا أذن في البلد سقط الواجب وبقي المستحب، فأنتم تركتم مستحباً وصلاتكم صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عندنا أناس إذا مرضت دوابهم يذبحون للجن لدفع المرض، وهم يذبحون وهم يصلون ويحجون ويتصدقون، وتعليم هؤلاء صعب جدا، وقد يؤذونني إذا نصحتهم، فما نصيحتكم لي ولهم؟ هذا شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر، الذبح للجن وللقبور أو غير ذلك، لأن الذبح عبادة، فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو الذبح، فهو عبادة، الذبح على وجه التقرب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فإن ذبح لغيره على وجه التقرب صار شركا أكبر، سواء كان للعلاج أو لغيره، فعليك أن تنصحهم بالتي هي أحسن، شيئا فشيئا، تسمعهم الأشرطة، تعطيهم النصائح، تعطيهم النصائح والرسائل المختصرة، تعظهم في المسجد شيئا فشيئا، تبين لهم خطر الشرك وعظم الشرك، هم لا يريدون، لكن ما داموا على الذبح لغير الله فجميع أعمالهم باطلة، صلاتهم وصيامهم وكل أعمالهم باطلة، وهذا مما يستدعي أنك تبادر بإبلاغهم بأن عباداتهم كلها باطلة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تبلغهم بهذا وأنه خطير، وأنهم لا وأنهم ليسوا على الإسلام ما داموا كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة كبيرة في السن، قاربت 80 من عمرها، توفي زوجها قريبا وهي معتدة، وهي في العدة، وتسأل تقول: إذا جاء أبناؤها أو أبناء إخوانها هل لها أن تجلس معهم وتسلم عليهم مصافحة؟ لأن بعض الناس يقول لها: لا يجلس معك ذكر، ولا تكشفي وجهك لرجل. وسائل بالله، ما داموا محارم لها، ما داموا من محارمها فهي تصافحهم وتجلس معهم وتكشف وجهها، ولا حرج في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل ألح في طرح السؤال، يقول: امرأتي تلح علي وبقوة، وتريد أن أستخرج أو تريد أن تستخرج هي أسهم من شركة الراجح لشراء سيارة لتكتبها باسمي، ومحتجة علي بأن كثيرا من العلماء قد أفتى بجواز ذلك، وبعضهم من كبار العلماء، وأنا لا أريد يا فضيلة الشيخ استخراج هذه الأسهم، فهل إذا عاندت أتخلص منها وأطلقها وأرتاح من هذه المشاكل، أم بماذا تنصحونني؟ لا، هي ما تجبرك على هذا، ولا يحتاج إلى طلاق، امتنع من هذا وقل: ما أستطيع، أنا ما أستطيع أعمل هذا العمل، وهي ما تجبرك على هذا، ليس من حقها أن تجبرك، ولا يحتاج هذا إلى طلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ابني البالغ من العمر 17 عاما، إذا خرج للصلاة في غيابي مع الجماعة، ابني البالغ من العمر 17 عاما، إذا خرج للصلاة مع الجماعة في غيابي لا يرجع إلا متأخرا،
وأخاف عليه من أصدقاء السوء، فهل علي إن منعته من صلاة الجماعة من إثم؟ هذا ربما يكون وهم منك أو وسواس منك، فما دمت حاضرا فإنك تراقبه، وإذا غبت عنه فإنك توصي من يراقبه من جيرانك أو من أقاربك. وما دامت نيتك المحافظة عليه فسيعينك الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: اشتريت بيتا بقرض من بنك ربوي ولم أكن أدري أنه لا يجوز، ومدة دفع القرض 25 سنة، وقد دفعت حالياً 14 سنة، وبقي 11 سنة يمكنني أن أسددها دفعة واحدة. تقول: هل تكفيني التوبة لكوني جاهلة يوم استقرضت هذا القرض وأحتفظ بهذا البيت الذي اشتريته، أم أبيع البيت وأحتفظ برأس مالي؟ رأس المال أنت دفعت الربا، أنت دفعت الربا ولم تأخذيه، وإنما دفعته، وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فأنت أوكلت الربا ودفعتيه لهم، والتوبة بابها مفتوح، تتوبين إلى الله، وإذا أمكن أن تتخلصي من البيت بأي وسيلة يجب عليك ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: صليت لمدة 2 سنين إلى غير القبلة بالخطأ، وتبين لي هذا الخطأ فعرفت القبلة الآن، فما العمل في صلوات 2 سنين؟ هذا فيه تفصيل، إن كان الانحراف يسيرا فهذا لا يؤثر على الصلاة، إن كان الانحراف يسيرا لا يؤثر على الصلاة، أما إذا كان كثيرا بحيث تكون الكعبة خلفك أو إلى جنبك فالصلاة غير صحيحة في هذه الفترة. إذا كنت في بلد وعندك مساجد وتسألين الناس ولكن ما فعلت هذا وقصرت في السؤال والبحث، أنت غير معذور لأنك في بلد، والبلد فيها مساجد وفيها مسلمون يعرفون القبلة، فتعاد الصلاة في هذه الحالة لأنك مفرط. أما إذا كان الانحراف لا يصل إلى حد استدبار الكعبة أو جعلها عن الجنب، فالانحراف اليسير والصلاة إلى الجهة التي فيها الكعبة تكفي. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.